إمام حقيقي ومربي حقيقي. المربي الحقيقي ليس بعنوانه، ليس بسيفي يملأ بكذا، ليس بعمامته الكبيرة الملونة. المربي الحقيقي بسلوب وأخلاق. لماذا تدخل الفتنة بين الناس بسرعة؟ الناس يتلقفون الفتن دائما لأنه ما عندهم ميزان يضبطون به حقائق الأمور. الآن الميزان الأول، الشيخ المربي يجب أن يكون جزء من هويته وسلوكه أنه خافض الجناح للمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الخلق على الإطلاق أمر بخفض الجناح للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، فكيف مثلي وأمثالي ومن هم أكبر مني كيف لا نخفض جناحنا للمؤمنين؟ اليوم إذا وجدنا شيخا متواضعا قلنا يعني خافضا للجناح قلنا ما شاء الله هذا شيخ متواضع. في الحقيقة هذا ليس تواضع، هذا جزء سلوك الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه. لابد أن نعرف هذه النقطة الأولى لكي نبدأ من خلال هذه الرسالة بصنع ميزان صحيح حقيقي لنا. ما يلعب أحد بنا، ما تلعب بنا الأهواء. لما تكون الأبواب مفتوحة كثيرة سيكون للهواء لعب بكل مكان، لكن عندما يكون هناك ضبط لكل شيء لن يلعب أحد بنا. الإمام الغزالي وهو الشيخ العالي القدر وتلميذه الذي يشكو حاله وضياعه وقسوة قلبه وتشويش عقله، أمام هذه الصورتين ليس المتقاربتين المتباعدتين، نحن بين إمام جليل وبين طالب غير راضي عن نفسه. نحن ليس بين إمام جليل وطالب أيضا يعني وصل إلى درجة عالية. نعم في العلم درس هذا الولد، لكنه ما في نفع، ما يوجد شعور بثمرة العلم. أمام هذا كله الذي يتبادر إلى ذهننا أننا سنرى الإمام الغزالي يتكلم بالتأديب وبالتهذيب وبالتقريع، لكن هذا الإمام يتكلم بلغة الحب. أيها الولد المحب، يا سلام، يتكلم بلغة المحبة. الشيخ ليس المريد. اعلم، قال، أيها الولد المحب العزيز، يا سلام، ثم في اسمع الدعاء، أطال الله تعالى بقاءك بطاعته، ادعو له بطول العمر والعمل الصالح، وسلك بك سبيل أحبائه، جعلك تمشي في طريق الصالحين، وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام، إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحة؟ أنت علمت أن أصل النصيحة هي من مصدر الرسالة، كل شيء تعلمناه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القرآن الكريم. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن حتى القرآن ما قرأناه، ولذلك مرجع هذا الدين كله إلى حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى القرآن الكريم. ذلك علماء العقيدة يقولون عقيدة المسلمين بما فيها الإلهيات إن بنت على جزئية من جزئيات النبوة. عندما أثبتنا نبوة الأنبياء، كيف أثبتنا نبوة الأنبياء؟ بالمعجزة. عندما أثبتنا المعجزة أثبتنا صدقهم فيما ادعوا، عندما آمنا بنبوتهم صدقنا بكتاب الله وكلامه. إذن مرجع كل الدين إلى المعجزة.
ارجع كل شيء في هذا الدين إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن لو جاهل يسمعني الآن أيضا سيقول هذا الشيخ يعني يتكلم بغلو عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وأين الله؟ جهل. أين الله؟ أنا أقول أنا عرفت الله من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألك، لو لم يكن هناك رسول الله، أنا أسألك أين الله؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ليس له حد، كما قال الإمام البوصيري ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. القصيدة المشهورة مولاي صلي وسلم قال أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام. إن بلطف يكلم المريد يستدرج باللطف إلى أن يبدأ يعالج، كما الطبيب يتلطف بهذا المريض ثم بعد ذلك ربما يجرحه. كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي؟ ايش تعمل بي عندك حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم تبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية، في السنين الماضية. وإذا ما بلغتك النصيحة أنت سنوات جلست عندي تتعلم، فماذا حصلت فيما سبق؟ هذه أول مراجعة لهذا المريد لنفسه. الدواء من عندك يبدأ. الشيخ هو طبيب لكن ليس هو مداوي، هو مرشد لكن ليس هو دواء. الدواء أنت، العافية أنت، الشيخ هو فقط دليل، مرشد، علامة، من هنا من هنا من هنا، GPS، خلاص GPS، مرشد حتى تصل إلى النقطة المقصودة. نعم. كانت لغتهم العربية جيدة أختصر في الدرس. Kita terjemah secara ringkas saja nah, sebab kita tidak jimat masa. Jadi apa yang Tuan Syekh sebutkan dalam kitab ini, I'lam ayyuhal walad, kata Tuan Syekh, ini adalah akhlak guru terhadap murid. Jadi yang kita dok biasa dengar, kata Tuan Syekh, akhlak murid dengan guru. Tetapi kita tidak terbiasa dengan akhlak guru dengan murid. Ini adalah satu benda yang penting yang disyarahkan oleh Tuan Syekh kepada kita pada pagi ini. Jadi kata Tuan Syekh, begitulah asyikh pada zaman sekarang ini, tutup guru pada zaman sekarang ini, guru pada zaman sekarang ini menjadi seperti seorang raja ataupun seorang amir yang memberi arahan kepada muridnya, buat itu dan buat ini. Dan tidak ada perasaan khafaz janah yang Tuan Syekh sebutkan, itu sebagai tawaduk. Khafdul janah maksudnya tawaduk terhadap murid. Tetapi Imam Ghazali rahimahullah ini bagaimana ia menyebut, bagaimana ia memanggil kepada muridnya, ayyuhal walad, ayyuhal waladul aziz wal muhib. Maksudnya ia menunjukkan satu rasa hormat yang tinggi terhadap muridnya. Dan jadi kata Tuan Syekh bahawa Imam Ghazali ini adalah seorang murabbi yang agung. Seorang mursyid ini, kata Tuan Syekh, seorang alim ini bukan hanya dikenali melalui latar belakang akademiknya semata-mata. Tetapi seorang alim ini bukan hanya dikenali dengan latar belakang akademik, bukan dengan serban, bukan dengan pakaiannya yang semata-mata. Tetapi orang alim ini, kata Tuan Syekh, dapat dikenali dengan suluk dan akhlaknya. Dapat dikenali melalui suluk dan akhlaknya. Kata Tuan Syekh, fitnah yang duk berlaku sekarang ini, fitnah yang berkembang, yang berlaku pada zaman sekarang ini kerana manusia tidak tahu menimbang, tidak mempunyai neraca yang sebenar untuk membezakan di antara orang alim yang sebenar dengan orang alim yang ni. Jadi kata Tuan Syekh, awal-awal mizan, awal-awal untuk kita timbang seseorang alim ini, kata Tuan Syekh, ialah al-syekh yang khafidul janah,
Al-Syeikh yang merendahkan diri, yang tawadhu', kata Tuan Syeikh. Dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan wahfidh janahaka lil mu'minin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tawadhu', untuk merendahkan diri baginda kepada orang mukmin. Bagaimana pula dengan syekh-syekh dan juga orang-orang alim, kata Tuan Syekh. Jadi kata Tuan Syekh, apabila zaman sekarang ini boleh kita dapati syekh yang tawadhu', maka orang akan mengatakan syekh itu tawadhu'. Sebenarnya syekh itu bukan tawadhu', itu adalah satu juzuk di dalam dirinya. Dalam diri seorang syekh yang betul, syekh yang hakiki, maka ia perlu ada sifat tawadhu' tersebut, kata Tuan Syekh. Kalau kita faham benda ni elok-elok, kita faham betul, jadi tidak akan ada orang yang mampu mempermainkan kita, kata Tuan Syekh. Jadi kata Tuan Syekh, jadi di sini tengok bagaimana perbezaan dalam dua keadaan, kata Tuan Syekh. Dalam dua keadaan, seorang guru yang mursyid, guru yang alim, dengan seorang murid yang tidak meredai dirinya. Seorang murid yang tidak meredai dirinya, merasai hatinya keras, dan dia ini berada dalam maksiat, dosa dan sebagainya. Jadi dengan berhadapan dengan seorang guru yang alim, sungguh pun demikian dalam dua keadaan yang demikian, keadaan yang begitu jauh. Tetapi kita tengok di sini bagaimana Imam Ghazali, jadi tidak meletakkan perbezaan yang begitu jauh di antara dirinya dengan muridnya. Sebab ia bertutur ataupun bercakap dengan bahasa yang penuh dengan kasih sayang terhadap muridnya. Jadi kata Tuan Syekh bahawa, jadi semua nasihat ini disebutkan bahawa, maksudnya semua nasihat ini, kata Imam Ghazali dalam mukadimah ini, kesemua nasihat ini kesemuanya berpunca masdarnya adalah daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang guru ini pada permulaannya ia berlembut dengan murid, tapi lama kelamaan ia akan bersikap memberi nasihat yang lebih keras sedikit. Seperti mana seorang doktor yang merawat pesakit. Pada mulanya ia berlembut, akhirnya mungkin ia akan melukai dengan apa, dengan melakukan pembedahan dan sebagainya. Dan mula-mula dia berlembut untuk apa, untuk memberikan ubat yang betul kepada pesakit tersebut. Jadi kata Tuan Syekh kepada kita tadi bahawa, jadi kata Imam Ghazali, kalau kata Imam Ghazali kepada muridnya ini, kalaulah apa, kalau jikalau nasihat daripada Rasulullah SAW itu dah sampai kepadamu, mengapakah apa lagi nasihatku yang kamu perlukan? Kalau tidak sampai kepadamu, selama ini kamu belajar apa daripadaku? Imam Ghazali minta anak muridnya muhasabah balik, selama ini kamu belajar apa daripadaku sekiranya nasihat tersebut tidak sampai kepadamu. Jadi kata Tuan Syekh, maknanya Tuan Syekh menghuraikan di sini satu faedah kepada kita semua. Jadi marji' ataupun sumber agama ini kesemuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An hatta al-Quran sekalipun. An Quran ini semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An sumber agama ini kesemuanya balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punca asalnya ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kitab al-Quran sekalipun. Jadi kata ulama, iman kita kepada Allah SWT ini kembali kepada Rasulullah, dan beriman kepada Rasul, dan beriman kepada Rasul itu dia pergi tertumpu kepada satu juzuk yang kecil, iaitu beriman dengan mu'jizat Nabi SAW. Dan bila kita beriman dengan mu'jizat, maka kita beriman dengan kitab Al-Quran. Jadi kata Tuan Syekh, kalau orang yang ahli batil yang mendengar apa yang Tuan Syekh sebutkan ini, mungkin ia mengatakan ini adalah satu pendapat yang melampau dengan mengatakan bahawa sumber agama ini keseluruhannya kembali kepada Nabi SAW. Mungkin mereka akan bertanya, di manakah Allah? Di manakah Allah ini, maksudnya di manakah kedudukan Allah SWT di dalam agama? Tuan Syekh kata, aku akan tanyakan kembali kepadamu, jikalau bukan Rasulullah SAW, bagaimanakah kita akan dapat mengenal Allah SWT? قال أيها الولد من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وإن امرئا
ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. قال: أيها الولد، انظر إلى حالك، أنت مشتغل بما يرضي الله أم بغير ما يرضي الله؟ الآن كل العباد يقولون نحن نحب الله، لكن نحن ما نعلم هل الله يحبنا أم لا. نؤمن أن الله يحب أولياءه، لكن هل يحبني أنا؟ كيف أعلم؟ قال: إذا وجدت نفسك مشغولا بما أمرك به فهذا علامة إقبال الله عليك، وإذا وجدت نفسك وإذا وجدت نفسك مشغولا بما لا يعنيك وإذا وجدت نفسك مشغولا بما لا يعنيك وهذه مهمة، مهمة جدا هذه الكلمة، وإذا وجدت نفسك مشغولا بما لا يعنيك فاعلم أن هذا من علامة إعراض الله. في كل خطبة في ماليزيا نسمع الخطيب في مقدمة الخطبة في كل جمعة. نحن عند العرب ما موجود هذا المقطع، ما نسمعه في بلادنا، لكن في بلادكم أنا سمعت في كل جمعة الخطيب يقول: ونعوذ بك من سماع اللغو وفضول الخبر. صحيح؟ في كل جمعة مقدمة الخطيب: ونعوذ بك من سماع اللغو وفضول الخبر. وأنا أقول لكم هذا دعاء الخطباء غير مستجاب، بدليل أن أكثر المجتمع يعيش الفضول، فضول الخبر، فقط كلمة يعني صارت عادة، روتين، كليشة نقولها فقط يعني حتى نمشي به ببرنامج الخطبة. حقيقة نحن واقعون في سماع اللغو وفي فضول الخبر. وانظروا كل الفتن التي نعيشها، ليس فتن أهل الدنيا، لا، فتن المساجد، فتن الجوامع، فتن المدارس الدينية، الفتن بين أهل الدين، ارجعوا إليها، كله مرجعه سماع اللغو وفضول الخبر. مع أن الخطيب كل جمعة نعوذ بك من سماع اللغو، كلام ما وجد وقع في قلوب المؤمنين بسبب عدم وجود التربية الكافية التي تؤدبنا وتعلمنا بأنه من علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. قال له الإمام الغزالي أيضا: انتبه إلى عمرك، إذا أنت وصلت إلى الأربعين ولم يغلب خيرك شرك فاعلم أنك ممن يعني يا لطيف من أهل النار. لأنه عندما وصل الإنسان إلى الأربعين عقله اتزن، شهواته ضعفت، يعني لم يعد هو مضطرب في عمر المراهقة يختلط عليه الخير والشر. الآن هو مرحلة النضج، مرحلة العقل، ما بقي له حجة أنه يعيش في هذه الدنيا سفيها، اللائقا يعيش صالحا. إذا لم يعيش تلك علامة من علامات إعراض الله عن العبد. قال: وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. هو لا يخاطب جهال، هو يخاطب متعلم درس العلوم على يد الإمام الغزالي. Jadi nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya ini, kata Imam Ghazali, wahai anak,
Jadi tanda-tanda Allah SWT berpaling daripada seorang hamba, maknanya Allah SWT menyebukkannya daripada benda yang tidak mendatangkan faedah kepadanya. Jadi Imam Ghazali menyebutkan, apabila seseorang itu telah habis umurnya daripada tujuan yang ia diciptakan, maka patutlah ia akan menghadapi penyesalan. Jadi Tuan Syekh menghuraikan, saya sebut apa yang Tuan Syekh huraikan sahaja. Jadi kata Imam Ghazali mengatakan kepada muridnya, sekiranya kamu ini sibuk dengan apa yang tidak diridai Allah, jadi kamu kena tengok dirimu, kamu pandang terhadap dirimu sendiri, adakah kamu ini termasuk daripada kalangan orang yang sibuk menyibukkan diri dengan perkara yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Jadi kamu perlu menyoal dirimu sendiri, adakah kamu ini orang yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengetahui yang kita ini dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi untuk mengetahui, kata Tuan Syekh, ialah adakah kita sibuk dengan perintah Allah. Sekiranya kita sibuk menyibukkan diri dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menunjukkan bahawa kita ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita ini orang yang sibuk dengan larangan Allah, tidak menyibukkan diri dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahawa kita ini orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Tuan Syekh dalam khutbah Jumaat kita, Tuan Syekh selalu mendengarkan khatib membacakan doa, wa na'udzubika min sama'il laghwi wa fudulil khabar. Jadi dalam doa ini, Tok Khotib ketika mana baca khutbah, dia sebut atas mimbar, dia kata, kami minta lindung ya Allah, kami mohon perlindunganmu ya Allah daripada sama'il lagwi, daripada dengar, daripada mendengar perkara-perkara yang lagha wa fudulil khabar, dan dengar berita-berita yang lebih-lebih, berita-berita yang lebih yang tak sepatutnya kita dengar. Jadi kata Tuan Syekh, beliau nak sebut di sini bahawa doa Tok Khatib seluruh Malaysia ni tidak mustajab. Pasal apa tak mustajab? Pasal di dalam masyarakat kita, di dalam masyarakat kita ni dipenuhi dengan sama'il lagwi. Pasal kita ni suka sangat mendengar benda-benda yang lagha, dan suka ambil tahu tentang fudulil khabar. Suka ambil tahu dengan berita-berita yang tak sepatutnya pun kita tahu kita nak ambil tahu. Dan ini menunjukkan bahawa doa tidak mustajab, kata Tuan Syekh. Jadi tanda, jadi Imam Ghazali menyebutkan kepada muridnya ini, tanda seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia ini sentiasa ishtighal bima la ya'nihi. Dia ini sentiasa sibuk benda yang tidak mendatangkan faedah kepada dirinya. Nasihat yang kedua, Imam Ghazali kata, hati-hati dengan umurmu. Dan kalau umur kamu dah lebih daripada 40 tahun, dah lebih daripada 40 tahun tapi masih lagi duk sibuk, duk buat kerja macam budak-budak, buat kerja bodoh. Dan jadi kena ambil perhatian bahawa bersiap sedialah kamu ini untuk jadi ahli neraka. Dan ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kalau kamu faham dua benda ni, cukup dah. Dan jadi Imam Ghazali ini ketika mana ia menyampaikan nasihat ini, ia sampaikan kepada nasihat bukan orang biasa-biasa, tetapi kepada seorang penuntut yang menuntut ilmu daripada beliau. Qala ayyuhal walad, an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. An-nasiha sahl an atakallam lakin sa'b an utabbiq. An-nasihatu sahlatun wa fi tab'a sahlun wal mushkilu qabuluha لأنها في مذاق متبعي الهوى مر. صاحب الهوى ما يسمع النصيحة. صاحب الهوى ما يسمع النصيحة. ما عنده قبول للحق. الله ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك. صاحب هوى ما يعني تأتيه بالمعجزة ما يؤمن، تأتيه بالدليل العقلي ما يؤمن، تواجهه وتظهر له الحق ما يؤمن، أصلا هو أصلا يريد أن يجادلك ما يريد أن يؤمن. ولذلك الإمام الغزالي في الإحياء قال عن مثل هذا الصنف، قال هذا المرض الذي لا يرجى علاجه. بلغتنا نحن نقول مزمن، مثل السكر،
مثل الضغط مثل القلب هذه أمراض مزمنة لا علاج لها مستمرة متى ما حصلت تعيش مع الإنسان إلى الموت مزمن يعني دائم. قال الإمام الغزالي هذا صاحب الهوى وصاحب الحماقة هذه الصنفين هؤلاء المرض الذي لا يرجى علاجه. قال فلا تتعب نفسك معه بالنصيحة هو أصلا ما يريد يسمعك حتى لو يجادل حتى لو يتكلم مضيعة وقت. نصيحة سهلة والمشكل قبولها بسبب ماذا؟ بسبب الهوى. قال على الخصوص هذا الكلام يقع خصوصا يعني شوف هذا كلام دقيق هذه المشكلة عند أهل الجهل أكبر أم عند أهل العلم؟ الجواب الافتراضي أن هذه المشكلة عند الجهال هي أكبر من أهل العلم لأن أهل العلم أهل علم. لكن الإمام الغزالي يقول لا أهل الجهل صحيحهم جهل لكن عندهم قبول للنصيحة بسبب اعترافهم بجهلهم. المشكلة عند أهل العلم علم الذين أخذوا العلم وما أخذوا الأدب الذين أخذوا التعليم وما أخذوا التربية هنا المشكلة. يذهب يقرأ يدرس يسافر إلى بلاد يطلب العلم يرجع يشوف نفسه شيخ عالم مفتي سلطان ما يقبل أحد ينصحه ولا أحد يقول له أنت أخطأت متكبر ويظن أنه خلص بهذا العلم دخل الجنة. قال الإمام الغزالي رحمه الله على الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا يعني هو الآن عالم هو الآن شيخ هو الآن نعم فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة هذا اعتقاد باطل. الفلاسفة أيضا اقتنعوا بأفكارهم وبما كتبوا وبما ألفوا عملنا كثير خلي غيرنا يعمل بالعبادة نحن عملنا لهم العلم عملنا لهم الفكر عملنا لهم النظر كلام حاشاكم فاضي. قال الإمام الغزالي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. يا لطيف يا لطيف. قال وكل من بعلمه لا يعمل في متن الزبد وكل من بعلمه لا يعمل أعماله مردودة لا تقبل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وهكذا كل شيء كتبوه العلماء رضي الله عنهم. قال وروي عن الجنيد أن الجنيد قدس الله روحه رؤية في المنام بعد موته فقيل ما الخبر يا أبا ما الخبر يعني إيش عمل الله فيك؟ هذا الجنيد هو إمام أهل التصوف إليه ترجع كل أسانيد الطرق الصوفية هو سيد الطائفتين هذا لقبه سيد الطائفتين يعني طائفة أهل الفقه وطائفة أهل التصوف. قال طاحت العبارات وفنيت الإشارات وما بقيت لنا إلا ركيعات كنا نركعهن في جوف الليل الآخر. إمام الجنيد كان فقيه الدنيا عالم كان العابد كان الولي وكان كرامات كثيرة. قال كل ما ينفع ما نفعنا إلا ركيعات كم ركعة كنا نركعهن في الليل في جوف الليل الآخر. عندما يقول الإمام الغزالي ركيعات يعني أنت ماذا تظن في حياته على هذا الكلام بظاهره أنه في حياته ربما يعني في الليل صلى ركعتين أربع ركيعات صلاها ونام. بينما عندما تقرأ سيرة الإمام الجنيد يقول 40 سنة ما ترك قيام الليل 40 سنة ما فاتته ليلة واحدة وهو يقول ما
ما عندنا شيء إلا ركيعات كنا هنا ركعات في بعض الروايات قال ركيعات كنا نركعهن في الجوف الآخر. نعم. Jadi nasihat yang kedua ini Tuan Syekh menghuraikan kepada kita nasihat daripada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali nak bagi nasihat ni mudah, an-nasihatu sahlah wal mushkilu qabuluha. Yang susahnya nak terima nasihat tu, nak menjalankan nasihat itu yang susah. Sebab apa susah kata Tuan Syekh? Kerana susah disebutkan di sini, Imam Ghazali menyebutkan susah disebabkan hawa nafsu. Kan susah disebabkan hawa nafsu. Orang-orang yang mengikut hawa nafsu ni dia susah, dia payah untuk menerima nasihat. Kan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kalau kita bawa datang kepadanya dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, dalil naqli, aqli, semua dia tak terima, dia tolak. Sebab orang-orang yang ikut nafsu ni sebenarnya apabila dia berhujah, dia tanya soalan, dia bukan tanya untuk mendapatkan ilmu, tapi dia nak berdebat, dia nak berdebat ataupun dia nak berhujah ataupun berdebat dengan kamu semata-mata. Jadi orang yang macam ni kata Tuan Syekh, penyakit dia ni akan sentiasa berterusan. Kalau dia ditimpa dengan penyakit mengikut hawa nafsu dia ni, suka ada bantah apa, suka menentang, suka berdebat dan sebagainya, dia akan penyakitnya ni akan berpanjangan dengannya sehingga dia mati. Jadi kata Tuan Syekh, ada dua golongan yang susah untuk menerima nasihat. Yang pertama sahibul hawa, yang kedua sahibul hamaqah. Sahibul hamaqah ni orang bodoh. Kan? Orang bodoh ni memang payah nak terima nasihat. Jadi kalau duk gagah juga nak bagi nasihat kepada golongan yang macam ni, kata Tuan Syekh, buang masa semata-mata. Jadi Tuan Syekh menyebutkan kepada kita dalam kitab ini juga disebutkan bahawa sebenarnya apa masalah yang paling besar ialah berhadapan. Dan nasihat ini sebenarnya masalahnya yang paling besar untuk apa? Untuk sebenarnya nasihat ini, penerimaan terhadap nasihat ini lebih besar terhadap orang jahil ataupun orang berilmu. Kalau kita tengok daripada sudut zahir, sudah tentulah kita merasakan bahawa nasihat ini sukar diterima oleh golongan jahil. Sebab apa? Sebab mereka ini golongan jahil, dan kita sudah pasti akan menyangka orang-orang yang berilmu lebih mudah untuk menerima nasihat. Tetapi Imam Ghazali menyebutkan sebaliknya. Imam Ghazali mengatakan bahawa orang yang berilmu ini lebih sukar untuk menerima nasihat berbanding dengan orang alim. Kan? Kerana orang jahil dia lebih mudah untuk menerima nasihat kerana ia mengiktiraf, kerana ia mengakui akan kejahilan dirinya sendiri. Tapi orang alim susah. Sebab dia, orang alim ni, kerana dia telah merasakan dirinya ini berilmu, dia telah memiliki ilmu yang banyak, dia telah sampai kepada kedudukan ilmu yang tinggi, tetapi ia hanya mengambil ilmu semata-mata, tidak mengambil tarbiyah. Kan? Dia merasakan bahawa dengan ilmunya itu dia telah dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab ini Imam Ghazali menyebutkan satu hadis Nabi SAW, manusia yang paling dahsyat menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang Allah SWT tidak manfaatkannya dengan ilmunya. Ilmunya itu tidak memberi manfaat kepada dirinya. Ini orang alim yang paling dahsyat menerima azab daripada Allah SWT. Sebenarnya syair yang Tuan Syekh sebutkan tadi, وَكُلُّ مَنْ بِعِلْمِهِ لَا يَعْمَلُوا أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُوا. Dan seterusnya. Jadi disebutkan di sini juga ialah riwayat daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini seorang ulama yang alim yang seluruh tarekat ni kata tuan-tuan, keseluruhan tarekat sufiyah semuanya balik kepada Imam Junaid Al-Baghdadi yang disebutkan sebagai Sayyidu Taifatain. Dan Sayyidu Taifatain, ketua kepada dua kelompok. Kelompok apa? Kelompok golongan fiqah dan juga kelompok golongan tasawuf. Jadi apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Imam Junaid mengatakan bahawa kan, ada orang mimpi jumpa Imam Junaid Al-Baghdadi selepas kematiannya, selepas kewafatannya. Ditanyakan tentang Imam Junaid, bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim. Lalu dia pun bawa main, dia cerita, dia kata bahawa semua apa yang ibarat-ibarat tasawuf, apa semua isyarat-isyarat, ilmu-ilmu, istilah-istilah ilmu yang dia bawakan tu, semuanya tak ada manfaat. Dia kata,
Semuanya tak ada manfaat. Yang bagi manfaat kepada mana? Illa rukai'at. Maknanya Tuan Syekh menyebutkan rukai'at ni hanya beberapa rakaat saja. Yang kami kerjakan di hujung malam hanya beberapa rakaat. Seolah-olah kalau kita faham daripada cerita ni, daripada kisah ni, seolah-olah macam Imam Junaid ni bangkit tengah malam sembahyang dua rakaat, tidak balik. Macam sembahyang dua rakaat, empat rakaat, betul tidak balik. Bukan lagu tu, Tuan Syekh kata. Imam Junaid Al-Baghdadi ni, Tuan Syekh kata, kalau kita baca selidik sirah dia, selama 40 tahun, beliau bangun berqiyamul lain dan tak pernah tinggal qiyamul lainnya itu walaupun semalam. قال أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا. الأعمال هذه الأعمال التي أنتم تعرفونها هي الأعمال الصالحة. لا تكن مفلس من الحمد لله، أنت تصلي الفرائض، أنت تصوم رمضان، أنت تؤدي الزكاة، تحج إن استطعت، ليس فقط هذا. لا تكن خالي من أن يكون لك في ديوانك عند الملائكة في صحيفتك، لا تكن خالي من أنك تصلي ضحى، لا تكن خاليا من أن يكون لك قيام ليل، لا يكن عملك خاليا من ذكر الله سبحانه وتعالى، تكن من الذاكرين، لا تكن خاليا من أن تكون من أهل الصدق، لا تكن خاليا من أن تكون في زمرة أهل العلم، لا تكن خاليا من أن تكون من أهل الأدب، لا تكن خاليا من أهل التواضع، من أهل بر الوالدين، من أهل صلة الرحم، من أهل المساعدة وقضاء الحاجة للناس، من أهل ستر عيوب الناس. كل عمل صالح لا تكن مفلسا منه، يكن لك نصيب، يكن لك نصيب في كل عمل صالح، على الأقل لك فيه شيء. إذا كنت كذلك لن تكون خاليا من الأحوال. ما هي الأحوال؟ الأحوال شيء الله يعطيه الله لعباده السالكين، كما بحث له عن شيخ، عن مربي، عن سلوك، عن طريقة، عن تربية، وبدأ يتلقى من شيخه الأذواق والفهم والآداب، وعاش مرتبطا بقلبه مع أستاذه في المحبة في الله، ترى شيء يتغير في داخله. هذا الذي يقول عنه علم أهل التصوف علم التزكية. هناك عملية ستجري في أحواله، في قلبه تغيير ما يشعر به الناس، لكن صاحبه يشعر في شيء يتحرك، شيء تغير، شيء ما كان هكذا. سبحان الله، هذا اسم حال، هذه مواهب الله يعطيها لعباده السالكين. تأتي ببركة الأوراد وببركة الأذكار وببركة الله وببركة المحبة. قال الإمام الغزالي لا تكن مفلسا من الأعمال ولا تكن خاليا من الأحوال، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. لو صرت أكبر عالم ما عندك أدب العلماء، لو صرت أكبر فقيه ما عندك. الله الله، ما نفع هذا عند الله؟ نعم له نفع في الدنيا، أنت في الدنيا خلاص، لكن في الآخرة ما له نفع في الآخرة، لأن الله ما يأخذ من العبد فقط ظاهره كما نحن في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان يوم القيامة على ظاهره وعلى باطنه. قال مثاله لو أنت دخلت في الصحراء، لو كان على رجل وعندك 10 سيوف، وسيوف يعني من النوع الجيد، يقول هندية، الهند اشتهروا بصناعة السيوف الجيدة. قال وجاء إليك أسد، هجم عليك أسد، وإيش ينفع
إذا أنت ما عندك قدرة تستعمل ولا سيف، وجودها كعدمها. قال ولو عندك مكتبة فيها 1000 كتاب وأنت كلها قرأتها وما عندك قدرة على أن تعمل بشيء منها، إيش ينفع؟ ولو كان عندك صيدلية من الأدوية وجاءك مريض وما تعرف تستخدم الدواء لهذا المرض، إيش ينفع؟ ما ينفع. لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بالاستعمالها وضربها؟ لا، ما تنفع. إذا ما يستعملها ما ينفع. وهكذا، ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي أيضا ما ينفع، ما ينفع. قال أيها الولد، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يأتي بالآيات نفس المعنى، ولقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث معروف، والإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان. يعني مؤمن بقلبك، علامة إيمانك شهادة أشهد أن لا إله إلا الله، مؤمن بقلبك ولسانك، علامة أنك صادق لست منافق العمل. Jadi nasihat yang ketiga, Imam Ghazali bagi nasihat kepada muridnya ini, kata Imam Ghazali, wahai anak, jangan jadikan amalan kamu itu muflis, dan jangan jadi la takun minal a'mali muflisan. Jangan jadikan daripada amalan ini muflis, maknanya kamu mesti mengerjakan amalan-amalan yang salih di samping kamu mengerjakan ibadat wajib. Kerjakan juga ibadat-ibadat sunat, solat duha, qiyamul lail dan sebagainya. Dan mengerjakan ibadat-ibadat yang lain, berbuat baik kepada ibu bapa, membantu manusia dan semuanya, melakukan segala amalan-amalan salih. Kalau sekiranya ia tidak melakukan amal salih, maknanya ia termasuk di dalam wa minal ahwali khalian. Maknanya ahwal dia itu ahwal yang kosong semata-mata. Walaupun ia memiliki kesedaran, dia tahu tentang kelebihan suatu amal, dia mempunyai kesedaran untuk berbuat amal, tetapi ia tidak melakukan amal, maknanya orang ini orang yang ahwalnya khalian, ahwalnya ahwal yang kosong. Jadi Tuan Syekh menyebutkan kepada kita, ahwal ni apa dia? Yang dia kata ahwal-ahwal ni benda apa? Ahwal ini Allah kurniakan kepada hambanya yang soleh. Ahwal ini Allah SWT kurniakan kepada hambanya yang soleh. Dia dapat merasai kelazatan, dia dapat merasai, dia mempunyai zauq di dalam agama, mempunyai zauq di dalam ibadatnya, mempunyai zauq, mempunyai rasa yang tersendiri, dia memiliki perasaan yang berbeza terhadap agama Allah SWT. Dan juga dia dikurnia ini adalah disebabkan berkat ia beradab dengan gurunya, bermahabbah kepada gurunya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan kepadanya yang disebut sebagai ahwal, yang memiliki perasaan ataupun kesedaran ataupun zauq, rasa yang tinggi terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan oleh ulama tasawuf sebagai ilmu tazkiyah. Dan jadi manusia, orang lain tak rasa benda tu. Orang lain di sekelilingnya tidak dapat merasai perkara tersebut, tapi dia sendiri dia rasa benda tu. Dia sendiri rasa. Jadi kalau kata dia rasa saja, rasa yang orang panggil ilmu rasa kan. Tapi dia sendiri rasa tetapi dia tidak melakukan amal, maknanya ahwal ni ahwal yang khalian, ahwal yang kosong, yang kalau dia tidak melakukan apa-apa amalan. Jadi kata Tuan Syekh, jadi ini adalah anugerah. Ahwal ini adalah mawahib
anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang as-salikin, kepada orang-orang yang bersalik, dengan berkat mereka, dengan berkat baca wirid, dengan berkat baca zikir, dengan berkat mahabbah terhadap gurunya, Allah kurniakan. Jadi Imam Ghazali bagi perumpamaan, bagi contoh orang, seorang pemuda ni, dia seorang pemuda yang ada sejumlah 10 bilah pedang. Pedang ni bukan pedang biasa-biasa, tapi pedang hak jenis tajam punya, senjata yang hebat yang disebutkan sebagai Asyaf Hindiyah. Kira pedang hebat lah, Asyaf Hindiyah adalah satu jenis pedang yang tajam. Bukan takat pedang je, senjata lain pun dia ada. Senjata lain pun dia ada. Dia pula ni seorang wakana rajulu syuja'an, dia pun seorang laki-laki yang berani, wa ahlu harbin, orang ahli perang, pendekar. Jadi Tuan Syekh menyebutkan tadi singa nak main serang tapi dia tak lawan, duk tengok saja singa tu, jadi tak manfaat kalau dia tak melawan. Jadi secara ringkasnya begitu juga, apa nama disebutkan lagi, kalau kita kumpul, kata Imam Ghazali, kalau kamu kumpul 1000 kitab pun, kamu baca 1000 masalah, kamu kumpul 1000 kitab pun, tapi kalau kamu tak buat amal, tak ada guna apa juga. Kalau di rumah kita penuh dengan maktabah, dengan kitab, macam-macam jenis kitab, tapi kita tidak mampu untuk beramal dengan satu amalan, maka ribuan kitab di dalam perpustakaan kita itu tidak mendatangkan manfaat. Begitu juga kalau kita ada stok ubat, ubat penuh, kalau tak ambil makan ubat tersebut, maka tidak mendatangkan manfaat juga. Begitu juga, apa nama, jadi kesemuanya agama ini dibina di atas amalan. Kita mesti beramal terhadap perkara-perkara agama, barulah akan mendatangkan manfaat kepada kita. Qala ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajid al ajr. La yujad ajr bidun amal. Qanun al adala. Ta'mal hunaka ajr. ما تعمل كيف تأخذ الأجر من الله؟ الله غفور رحيم. هي غفور رحيم أكيد. أيضا حكم عدل. لا تؤمن فقط الله غفور رحيم. آمن بأنه حكم عدل. بمعنى لو أنك ما عملت ولا تستحق المغفرة لا يعني ربما ما تشملك أنت المغفرة. لك العدالة إلا إن كان هناك شيء باطن تستحق عليه أن يغفر لك. كيف؟ قال ضرب مثال. قال حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل إليه ملكا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر حقيقة هذا العابد. هذا 70 سنة عابد عند الناس وعابد وعند الملائكة أيضا. الملائكة تجد أنه عابد. حتى الملائكة تكتب هو الآن يعبد، هو يصلي، هو الآن يعمل كذا ظاهر. الله سبحانه وتعالى يرى ما لا يراه الناس والملائكة. أراد أن يكشف هذا العبد عند الملائكة حتى يعلم. فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. قال الله يبلغك أنت لست من أهل الجنة. 70 سنة 70 سنة ما تنفعك، أنت لست من أهل الجنة. الله يقول هذه عبادتك ما تدخلك عند الجنة. يا ربي نحن ما عبدنا 7 سنين، حياتنا كلها غفلة، هذا 70 سنة. قال فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. يا لطيف. فلما بلغه العابد هذا عبادة الصحيح الله ما قبلها، لكن يبدو أن عنده فهم. فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة. يا
يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. يعني قال الكلام، قال حتى لو الله ما يقبل عبادة 70 سنة أنا سأبقى أعبده، لأن هذا هو اللائق. الله خلقنا للعبادة. فلما رجع الملك قال الله ماذا قال عبدي؟ قال الملك إلهي أنت أعلم بما قال. قال الله عز وجل إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أن قد غفرت له. كانت عبادته فيها شيء، لكن كان عنده فهم. لما جاءه الجواب عبادتك مرفوضة رجع إلى نفسه. 70 سنة راحت، نعم أنا أعرف أنا أستحق أنه ما أكون من أهل العبادة، لكن سأبقى في العبادة لأنه واجب علي هذا. هنا حصل عنده نقطة تغير، كأن الإمام الغزالي يريد يقول لك اعمل، دخلت بعملك الجنة أم لم تدخل؟ اعمل، ما لم تعمل لن تنال الأجر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا. قال هذا حديث، لكن العلماء قالوا هذا ليس مرفوعا إنما هو من الموقوف من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمنٍ، بدون عبادة ويصل إلى رحمة الله هذا متمني، ما تنفع الأماني. قال ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغنٍ. هذه كلمة دقيقة. الأولى سهلة، واحد ما عبد ويظن أنه يصل إلى الجنة لا ما يصل، هذا معروف عندي وعندكم وعند غيرنا عند الجميع. لكن الثانية بذل الجهد، عبد ويظن أنه بالعبادة يصل، وهذا موجود عندنا جميعا، نحن نعبد نظن أننا بعبادتنا سنصل إلى الجنة. قال الإمام علي رضي الله عنه لا فهو مستغن، هذا أيضا مخطئ. هذاك متمني وهذا مستغني، ما معنى مستغني؟ هذا اكتفى بعمله واستغنى عن رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يدخل الجنة برحمة الله، لا يدخل الجنة أحد بعمله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله. الصحابة تعجبوا من هذا الكلام، قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت ولا أحد من العباد عبد الله مثل حضرة رسول، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى وأنت مع بذل الجهد لا تصل بعملك إلا وأنت تطلب رحمة الله بقبول هذا العمل. ولذلك الصالحون يقولون يا رب اقبلنا على ما فينا، يعني جيناك بهذا العمل صالح سيء، نظيف غير نظيف، خالص رياء، يا رب اقبلنا على ما فينا، لأنه ما يحسن الظن بنفسه لكن يحسن الظن بربه. قال وعلامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وهذه كلمة أيضا عجيبة، بعد أحلى من التي قبلها. هو هذا التصوف بناء في التربية، ترقي في الفهم،
عرفت ما هو المتمني عرفت ما هو المستغني الآن أنت تعمل وتطلب رحمة الله ولكن إذا أردت أن تكون من أهل الحقيقة لا تترك العمل ولكن أترك ملاحظة العمل ما معنى أترك ملاحظة العمل؟ يعني الآن أنا أعطي درس في شرح الإمام الغزالي أيها الولد في هذا في مسجد أوسيم الكبير أمامي طلبة مجتهدين كثير وطالبات كثيرات والآن يوجد تسجيل هنا وكاميرا هنا وأنا أيضا عالم أتكلم بكلام جميل وجيد يا سلام. قال لا ما ينفع إذا كل هذا أنت تلاحظ لكن الله أين هو؟ لا تلاحظ عملك اعمل لكن لا تلاحظ عملك ولكن لاحظ الله راقب الله إن الله كان عليك. تعبد الله كأنك تراه ما تلاحظ العمل أن أراد الحقيقة فعليه ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. قال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل من دان نفسه يعني من أدب نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق قليل العقل من أتبع نفسه هواها إيش رادت مشى وراءها وتمنى على الله الأماني إيه الله رحيم الله غفور الله كريم. لا هذا ليس صحيح. الكيس من دان نفسه لما أخطأ يا ربي أنا مذنب يا ربي يا ربي أستغفرك يا الله من دان نفسه وعمل لما Jadi kita telah sampai kepada nasihat yang keenam. Jadi kata Imam Ghazali, kata Tuan Syekh menghuraikan ini. Dan selama Imam Ghazali berpesan kepada muridnya ini, kalau kamu tak buat amal, maka kamu tak boleh pahala. Kalau kamu tidak beramal, maka kamu tidak akan dapat pahala. Dan jadi kata Tuan Syekh bahawa di dalam kitab ini diceritakan bahawa seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel, dia beribadat kepada Allah SWT selama 70 tahun. Kemudian Allah SWT nak menzahirkan, nak memperlihatkan kepada malaikat kan, hambanya ini yang beribadat kepada Allah SWT selama 70 tahun. Lalu Allah SWT hantarkan kepadanya seorang malaikat pergi bagi tahu kepada orang yang beribadat 70 tahun ni, walaupun kamu dah beribadat kepada Allah SWT selama 70 tahun, kamu masih lagi belum layak masuk syurga Allah SWT. Lalu apa jawab hamba ini? Dia kata apa? Dia kata nahnu khuliqna lil ibadah. Aku tak peduli ni kata. Kan sama ada masuk syurga ke tidak, kami manusia ini diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadat. Bukankah Allah Taala sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu malaikat ni pun balik kembali kepada Allah SWT. Lalu Allah pun tanya malaikat, apa yang dijawab oleh hamba, apakah yang dikatakan oleh hamba-ku ini? Lalu malaikat pun kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah itu Maha mengetahui. Lalu malaikat kata kepada Allah, dia ni tidak berpaling daripada ibadat, tidak berpaling daripada beribadat kepadamu wahai Allah. Lalu Allah Taala kata, Allah masukkan dia ini, Allah Taala kata, wahai malaikatku, bersaksilah kalian semua, sesungguhnya aku ampuni, aku ampunkan baginya. Jadi dia masukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Tuan Syekh, orang ni, orang ahli abid ni, ahli ibadat ni, bila malaikat buat mai kat dia, kata dengan ibadat kamu ni, kamu tak boleh masuk syurga lagi. Lalu dia tidak marah. Dia tak marah, dia tak nak ingin. Dia kembali muhasabah terhadap dirinya. Dia tahu dia ni hamba. Dia bukannya buat ibadat ni kerana menuntut
menuntut syurga daripada Allah SWT kerana ia menyedari dirinya ini sebagai hamba, masuk syurga ke atau masuk syurga ke, maka dia tetap beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ali menyebutkan bahawa man zanna, siapa-siapa yang menyangka bahawa tanpa dia berusaha bersungguh-sungguh dia boleh masuk syurga, dia boleh dapat keridaan Allah, man zanna annahu bidunil juhdi, bidunil juhdi yasil bahwa mutamannin. Kan kalau dia ni menyangka bahawa tanpa ada rasa letih, tanpa ada rasa penat, rasa teruk, kan dia boleh sampai, maknanya sampai kepada Allah SWT, maka dia ni orang yang berangan saja ni, mutamannin, orang yang hanya berangan-angan saja ni. Kan jadi kata Imam Ali lagi, wa man zanna annahu yabzulul juhdu yasilu mustaghnin. Dan siapa-siapa yang menyangka bahawa kalau dia ni dengan usaha dia, dia boleh sampai, maka dia ni orang yang mustaghnin, orang yang yang tidak mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini bahawa ulama menyebutkan bahawa alimul haqiqah, orang yang alim yang sebenarnya ialah tarku mulahazatil amal. Ia meninggalkan mulahazah terhadap amal dia. Dia tak ada perhati, tak ada bilang, tak ada kira, tak ada tidak mulahazah, tidak meneliti amalan yang ia lakukan. Kan? Jadi dikatakan bahawa la tatrukil amal, jangan kamu tinggalkan amal, utruk mulahazatil amal. Tinggalkan penelitian terhadap amal. Contohnya apa tuan Syekh kata? Contohnya aku bagi ceramah di sini, aku bagi ilmu di sini, aku melihat diriku alim, bagi ceramah, bagi pengajian di masjid yang besar, masjid Ustim, kan penuntut ramai, keluar TV kan dan sebagainya. Jadi benda tu jangan perhati, kata tuan Syekh, jangan diperhatikan, jangan ditilik. Sebaliknya kita kena menilik amal kita. Kita jangan tilik, kan? Tinggalkan. Kita hanya perlu beramal tanpa perlu menilik terhadap amal kita. Maksudnya kita sentiasa muraqabah dengan Allah SWT, merasakan diri kita sentiasa hampir dengan Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa al-kayyisu man dana nafsahu. Dan orang yang cerdik, orang yang berakal ini orang yang sentiasa bermuhasabah terhadap dirinya. Dan sentiasa mentakdib dirinya. Dan wa'amila lima ba'dal maut, dan beramal perkara yang selepas matinya. Wal ahmaqu, orang yang bodoh ini, manittaba'a nafsahu hawah, dia sentiasa menurut hawa nafsunya dan berangan-angan. Dan berangan-angan ke atas Allah SWT, dia mengatakan Allah ni tak apa, Allah ni Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang dan sebagainya. Tapi kita kena tahu juga, di samping Allah SWT ni maha pengampun, maha penyayang, tetapi Allah juga Tuhan yang hakamu adlin, Allah Ta'ala Tuhan yang berhukum dengan adil. Dan kalau kamu tak buat amal, macam mana nak dapat pahala? Kalau kamu tidak melakukan amalan, nak boleh pahala mai mana? Dan jadi Allah Ta'ala di samping Allah ini ghafurur rahim, Tuhan yang maha pengampun, pengasih, penyayang, tetapi Allah juga hakamun, Tuhan yang maha, yang berhukum dengan adil. Ayuhal walad, كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك. يقول الإمام الغزالي: عندما طلبت العلم سهرت كثيرا أنت، قرأت كثيرا أنت، صرفت من عمرك الكثير،
ماذا كانت نيتك وقت طلب العلم؟ ماذا كانت نيتك؟ هل كنت تطلب أن تكون عالما؟ هل كنت تطلب أن تكون متباهيا بين أقرانك من العلماء؟ أنت بارز؟ هل كنت تطلب مظهرا من مظاهر الدنيا؟ هل كنت تطلب بهذا العلم الذي أنت تعبت ودرست؟ هل كنت تطلب قصدك طلب دنيوي؟ أم كان قصدك أن تخدم الدين العظيم، أن تحيي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطلب العلم وتكسر الجهل في نفسك، أن تفهم دينك فتنتصر على نفسك الأمارة بالسوء؟ كان طلبك الأول لدنيا، فالويل لك، ضاع تعبك وضاع ليلك وضاع علمك وعملك. وإن كان الثاني فهنيئا لك، طوبى لك ثم طوبى لك. أم الغزالي يقول لنا: يا طلاب العلم، ليس طلاب الشريعة فقط، يا طلاب الهندسة، يا طلاب الطب، يا طلاب الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الجغرافيا، يا كل العلوم، راجعوا نياتكم وانظروا أنتم طلبتوا العلم بها بأي شيء، بأي نية. لن تكون سعيدا لو كنت أكبر العلماء فيما أنت فيه، لن تكون سعيدا ما لم يقترن هذا بنية صالحة في إرضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رضي الله عنه: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت أيها الولد، عش ما شئت. هذا حديث، هذا حديث نبوي شريف. سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل بما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا هو أصل الحديث. الإمام الغزالي أخذ هذا المقطع ووجه زبدة الحديث إلى طالبه وقال: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت. بعد هذه النصيحة في مراجعة أهل العلم نياتهم، في مراجعة أهل العلم نياتهم، قال: أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام؟ عقيدة، والخلاف فقه، والطب طب، دكتور طبيب، والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والصرف وغير ذلك، كل العلوم. ايش حاصل لك من هذا كله غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال؟ ما عندك غير ان تضيع عمرك لو كان هذا ليس لله. نعم، تكون طبيب كبير في الدنيا، كبير في الدنيا، تاجر كبير، ما ينفع. دنيا بدون آخرة ما ينفع. إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأله الله بعظمته من 40 سؤالا، أوله يقول: عبدي، طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة. يا لطيف، هذا كلام قوي، كلام كيف. عندما يموت أي واحد منا
أول سؤال يسأله الله سبحانه وتعالى: عمرك كله أنت ترتب مظهرك للناس، عمرك كله أنت تلبس أحسن ثوب وتمشي تتعطر وتنظر في المرآة، عمرك كله أنت ترتب مظهرك للناس، عمرك كله تكوي ملابسك، ما تقبل شيء هكذا. الماء البنت تقف 10 دقائق، نصف ساعة ترتب هذا، ممكن نصف ساعة تعمل هنا ترجع تعمل هنا، تغير تغير، ها 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 ها، عمرك كله تبتغي وجه الناس لأنك ستخرج لمقابلتهم، والآن جئت تقابلني، كيف؟ لماذا لم تستعد؟ لماذا لم تستعد في حياتك لمقابلة ساعة واحدة؟ أريد منك فقط ساعة واحدة، أراك عبدا طاهرا وأقبلك برحمة. هذا كلام كيف؟ نعم. Jadi nasihat yang ketujuh, Imam Ghazali bagi nasihat kepada anak muridnya dengan mengatakan bahawa berapa banyak daripada malam-malam yang kamu hidupkan waktu malam tu duk mengulang kaji pelajaran, duk mengulang kaji kitab-kitab, duk baca kitab dan sebagainya, kamu haramkan ke atas diri kamu daripada tidur dan sebagainya. Tapi kalau kamu buat semua tu, kata Imam Ghazali, kalau buat semua tu dengan niat, dengan tujuan nak dapat dunia. Nak dapat dunia, nak boleh pangkat, nak dapat kemegahan ke atas rakan-rakan. Jadi kata Imam Ghazali, semua tu celaka. Semua tu kamu akan dapat kecelakaan. Kamu akan beroleh kecelakaan dan kamu akan beroleh kecelakaan. Tapi kalau niat kamu itu ialah tujuan dia nak menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak membaikkan akhlak, hal tu bagus. Maknanya kamu akan beroleh kebahagiaan. Kan? Jadi Imam Ghazali bagi nasihat kepada anak muridnya begitulah. Kan? Kalau yang pertama tadi akan beroleh kecelakaan, yang kedua tadi barulah akan beroleh kejayaan. Kalau dia mengaji, dia belajar menuntut ilmu dengan tujuan nak memecahkan egonya, ego nak memecahkan, menundukkan hawa nafsunya yang amarah, maka itu akan ia beroleh apa nama kebahagiaan. Jadi disebutkan lagi bahawa wahai penuntut ilmu, tak kira lah penuntut ilmu ni dia mengaji, dia belajar dengan tujuan apa? Bukan penuntut ilmu syariah semata-mata. Bukan penuntut ilmu agama semata-mata, tak kira penuntut ilmu apa pun, penuntut ilmu perubatan ke, engineering ke, apa sahaja. Kan? Jadi perlu semuanya pakat kena muhasabah niat masing-masing. Belajar dengan tujuan apa? Belajar dengan tujuan untuk mendapatkan habuan dunia ataupun belajar dengan tujuan untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kamu tidak akan mendapat kebahagiaan melainkan apabila kamu memiliki niat yang salihah, niat yang benar. Jadi nasihat yang ke-8, Imam Ghazali bagi nasihat kepada anak muridnya, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Sebenarnya nas ini asalnya daripada hadis Nabi SAW ketika mana malaikat Jibril berpesan kepada Nabi SAW. Dan dalam hadis yang Tuan Syekh bacakan tadi. Dan dalam nasihat ini Imam Ghazali kata, isma syi'ta, hiduplah macam mana kamu nak hidup sekalipun, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Kan? Kasihlah apa yang kamu nak kasih, maka sesungguhnya kamu akan berpisah jua dengannya. Jadi kata nasihat yang ke-9, Imam Ghazali bagi nasihat kepada muridnya, kan? Daripada apa sahaja, fa ayyu syai'in hasilun laka. Dan apa sahaja yang terhasil daripada kamu, daripada ilmu akhlak, ilmu kalam, ilmu tib, ilmu dawawin, ilmu syair, ilmu kaji bintang, astronomi, arud, nahu, tasrif, apa sajalah. Segala ilmu yang kamu dapat, tetapi kalau kata bukan niat yang salihah,
Semua itu buang masa. Bukan niat yang betul, maka kesemua itu hanya buang masa, habis umur semata-mata, tidak memberi manfaat. Dan bukan hanya semata-mata penuntut ilmu agama ni, Imam Ghazali sebut ni. Dan penuntut ilmu lain pun, ilmu akademik pun, macam juga lah. Kalau kata niat tu tak betul, maka semua tu buang masa saja. Imam Ghazali meletakkan satu, apa nama, kata-kata Nabi Isa di dalam kitab Injil Nabi Isa. Inni ra'aitu fi Injil Isa. Imam Ghazali menyebutkan apa yang terkandung di dalam kitab Injil Nabi Isa AS. Dari ada satu saat ketika mana orang tu dah mati, awal-awal soalan yang akan ditanya orang yang mati ni, orang yang dah mati, yang meninggal ni, soalan pertama yang akan dilontarkan kepadanya, ada 40 soalan. Di antaranya yang pertamanya, Allah Taala kata kepada hamba tu, abdi tahharta manzara al-khalqi sinin. Jadi Allah Taala kata, wahai hamba-Ku, selama ni kamu duk pulun nak bagi nampak indah di hadapan mata makhluk-Ku. Kamu duk pulun, kamu duduk bersungguh-sungguh untuk memastikan penampilan dirimu nampak segak, nampak kemas, nampak cantik di hadapan makhluk-Ku bertahun-tahun. Tetapi kamu tidak membersihkan pandangan-Ku walau hanya satu saat. Walau hanya sesaat kamu tidak membersihkan pandangan-Ku, pandangan Allah. Jadi tuan syekh tuan-tuan tadi panjanglah, budak-budak perempuan lebih-lebih lagi berjam-jam duduk depan cermin. Jadi tuan syekh kata tadi, jadi ini adalah satu nasihat yang amat menakut. Qala ayyuhal walad al-ilmu bila amalin junun. والعمل بغير علم لا يكون. عمل وعلم، علم وعمل سوا يمشون سوا. واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فأرجعنا نعمل صالحا، فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء. إذا علمك الذي تعلمته ما يعينك على العمل الصالح، ما راح هذا اليوم علمك ما يساعدك على أن تعمل صالحا، إذا علمك هذا ما راح ينجيك من النار. بينما علمك الذي تعمله اليوم بالعمل الصالح هذا بشارة على أن الله سيوفقك يوم القيامة وينجيك من النار. طبعا العمل الخالص لوجه الله. إذا ما تعمل بما علمت لن تنجو من النار. وعندما الله يأتي بك يوم القيامة ويقال لك اذهب به إلى النار، أنت تقول يا رب أرجعني لعلي أعمل صالحا، أريد أرجع إلى الدنيا. فالله يقول، الملائكة تقول يا أحمق أنت جئت من الدنيا، كنت في الدنيا وما عملت صالحا، الآن تريد ترجع إليها، أنت من هناك تجيء. سبحان الله. قال نعم، هذا نأخذ. Jadi Imam Ghazali kata ilmu kalau tak buat amal ni junun, gila. Kalau beramal dengan tak ada ilmu tak jadi apa lah. Kalau beramal dengan tidak ada ilmu tak jadi apa lah yakun. Dan jadi kata Imam Ghazali kata, ketahuilah sesungguhnya ilmu, kalau ilmu ni dan tidak menyebabkan kamu, dan ilmu yang tidak menyebabkan kamu jauh daripada maksiat, tak bawa kepada taat, dan ketahuilah kata Imam Ghazali bahawa benda ini akan bawa kamu kepada neraka jahannam. Dan jadi ilmu dengan amal ni dia kena berjalan sekali. Dia tak boleh berpisah, dia kena berjalan sekali. Dan kalau ilmu kamu tu tak bantu kamu, tidak menolong kamu kepada melakukan amal soleh, maka ilmu kamu itu tidak akan dapat menyelamatkan kamu daripada api neraka. Dan nanti pada hari kiamat nanti ni
Dan orang-orang yang diazab dalam api neraka ni, dia pun minta kepada Allah dengan satu permintaan doa, farji'na na'mal salihan. Dan wahai Allah, kembalikan kami semula ke dunia, kami nak buat amal soleh. Malaikat kata apa kat dia? Dikatakan kepada orang-orang yang minta ni, weh bodoh, ya ahmaq. Dan wahai orang yang bodoh, dan kamu dulu bukan mai pada dunia kah? قال أيها الولد اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس. هناك روح هناك نفس. المؤمن يطهر روحه ويؤدب وينقي ويهذب ويزكي روحه بالفضائل ويؤدب نفسه بترك الرذائل. إذن هناك روح هناك نفس. قوي الروح وأضعف النفس. النفس هي تميل للسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. والروح تميل إلى العمل الصالح. إذن اجعل الهمة في الروح واجعل الهزيمة في النفس. انظر إلى نفسك. لما يوجد عمل صالح وأنت كسلان، لا، اجعل همة وقم إلى عمل الصالح. عندما يوجد عمل سيء وأنت نشيط، لا، اجعل أنت مهزوم ولا عكس طبيعتك. هذه هي مجاهدة النفس. الآن أريد أخرج إلى درس العلم، ليس ضروري أستريح اليوم في البيت. الإمام الغزالي يقول لا، اجعل الهمة في نفسك وأخرج. أخرج إلى زيارة أخي، أصل رحمي، أزور شيخي، أقوم لصلاة الفجر جماعة. لا، اجعل الهمة في نفسك. قم أقرأ درسي بعدين، في وقت كثير أحضر درس بعدين. لا، اجعل الهمة في الروح. كل شيء عمل صالح وراءه روح لطيفة، اجعل الهمة فيه. واجعل الهزيمة في النفس. لما تريد نفسك تشتهي شيء أنت تعرف حرام أو غير جيد وعندك نشاط لأن تذهب إليه، بالعكس قل لا، على الهزيمة في النفس. هذه تربية عجيبة. هذه اجعل الهمة في الروح واجعل الهزيمة في النفس، وإلى أن قال الموت في البدن، لأن منزلك القبر. إذا عرفت أن دائما وراءك موت، ستتقي الله، ستخاف، ما تقدر تظلم، ما تقدر تعصي، ما تقدر، وراءك موت، تخاف من الله. ثم قال إذا كنت كذلك سينادى عليك يوم القيامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. عندما تسمع هذا النداء أنت ستصعد طائرا إلى الجنان، تكون من أسعد الناس. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد قائد، زعيم كبير، رئيس قبيلة الأوس في المدينة المنورة، أوس وخزرج، الأنصار أوس وخزرج، سعد بن معاذ هو رئيس قبيلة الأوس. جاء وقت غزوة الخندق، تحالف اليهود مع المشركين العرب على تطويق المدينة المنورة. أصلا اليهود وقعوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدستور أنه ما يخوضون هكذا حلف، لكن اليهود يهود غدروا، طبيعتهم الغدر، غدروا وتحالفوا مع المشركين وحاصروا الصحابة. في هذا النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وسميت غزوة الخندق. سعد وهم خلف الخندق داخل المدينة، جاءه سهم من معسكر الكفار، أصابه، تمرض بهذا السهم وبقي في المدينة
jalis mariz. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhib Sa'ad kathir, sahabi rajul azim. Kif yuhibbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Ahabbahu li'annahu 'indahu ghayra 'ala ad-da'wah. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا سعد قال لقومه، هو رئيس القوم، قال حرام علي أكلم رجالكم ونساءكم إن لم تسلموا. الذي ما يدخل الإسلام لا يكلمني ولا أكلمه، حرام علي أكلمه. بهذه الكلمة أطاعه قومه والأوس كلهم دخلوا في الإسلام. أحبه رسول الله، هذا ليس مسلم لنفسه، هذا مسلم داعية، عرف أن طريق رسول الله هو طريق الجنة، إذن أراد لأخيه وأبيه وصديقه وأمه وجاره وأهله. ما مثلنا اليوم نعرف هذا طريق الجنة ونؤمن به وفقط نفسنا، لكن لما نعرف طريق الدنيا وهذا فيه زيادة 100 رنجت مباشر، نحن عملنا شير وعملنا لكل الدنيا. الله، للدنيا نحن دعاة، للآخرة نحن ديم، صم بكم عمي. هذه مصيبة. أوس حظي بمحبة رسول الله لدينه، لجهاده، لدعوته. عندما سعد عندما أصيب بالسهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل يعالج في بيته، نصب له خيمة بجواره، بجوار المسجد النبوي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت ما يأتي إلى المسجد يمر على سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة ما يأتي إلى البيت يمر يشوف سعد. هذا الحب. رسول الله يأتي إلى سعد ليس مرة، كل يوم، مرات. هذا الحب، حب الكبير للصغير. ها، كما اعلم أيها الولد المحب العزيز. هذه وراثة النبوة، هذه النبوة، وهذه أخلاق أهل وراثة أهلها. أصابه سهم وتمرض سيدنا سعد، الله نصر المسلمين على أهل الخندق بأن سلط عليهم الرياح وانهزموا. عزم رسول الله على معاقبة بني قريظة لأنهم نقضوا العهد، فلما أراد أن يعاقبهم، القصة طويلة، هم قالوا يا محمد اجعل سعد بن معاذ حكما بيننا وبينك، سعد من أصحابك وسعد منا، يعني هم أرادوا سعد الحكم. بسبب بالجاهلية كان هناك علاقة بين سعد وبين اليهود، بين أهل سعد وبين أهل اليهود، بين أباء سعد وأجداده كان بينهم تجارة ومشاركة وزراعة، بينهم علاقة، مجاملة، علاقة من قبل الإسلام. لما جاء سعد حملوه مريض في الطريق، سعد يقول مع نفسه: آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. الرسول صلى الله عليه وسلم رب رجال ما عندهم ضعف، رجال أقوياء في الحق، قبيلة كبيرة، اليهود كلهم ينتظرون سعد يرحمهم، وعادتنا نحن نستحي كذا، هذا عادتنا نحن. سعد لا، آن في قلبه يقول: آن لسعد، يكفي مجاملة، يكفي ضعف، يكفي أنا مؤمن ضعيف، حاشاه وليس مؤمن، لكن كأنه يقول لنفسه يكفي الآن، لا، جاء وقت الحق، آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. لما جاء سعد، اليهود قالوا: يا سعد نسألك الرحم، نسألك المعرفة، نسألك
نسألك الآباء والأجداد يا سعد يا سعد. يتوسلون بسعد رسول. قال أرضيتموه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم يا محمد نحن نرضى سعد. قال يا سعد فاحكم فيهم. رسول تراجع تنازل ترك الحكم. ليش؟ رسول الله يعرف أنه رب رجالا، هو سيد الرجال. قال أحكم فيهم. فقال يا رسول الله أحكم بأن تقتل رجالهم الذي خرجوا للقتال يقتلون. ما كان اليهود يتوقعون أن سعد يحكم بقتلهم، كانوا يعتقدون أنه سيجاملهم ويعفو عنهم، لكن الدين أعظم. قال يا رسول الله أحكم بأن تقتل رجالهم. فرح رسول الله. قال يا سعد والله لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات، هذا هو الله الذي يريد. عندما انتهت حكم فيهم رسول الله ورجع سعد إلى المدينة وبقي وقت قصير بسبب جرحه هذا مات. عندما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد. يعني فرح عرش الرحمن سرة الملائكة، عرش الرحمن اهتز فرحا واستبشارا بقدوم سعد. هذا لا يليق لأهل الدنيا، هذا لأهل الآخرة. اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عن سيدنا سعد. هذه مواقف الرجال. بخلاف هذا قال الإمام الغزالي إن كان ما عملت بهذا فأنت كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني الإنسان صار كالدواب. فرق بين أن يكون كالملائكة وبين أن يكون كالدواب. نعم. Jadi nasihat yang ke-11, Imam Ghazali berpesan kepada muridnya, jadikanlah himmah itu pada roh. Jadikanlah himmah itu pada roh dan hazimah itu pada hawa nafsu. Jadi apa maksudnya? Tuan Syekh menghuraikan kepada kita di antara roh dengan nafsu. Jadi roh kita ni kena isi dengan benda-benda baik. Roh kita ni kita kena isi dengan bil fadail. Kita kena sucikan. Kita kena sucikan roh kita dengan melakukan benda-benda yang baik, benda-benda amal soleh dan sebagainya. Hazimah ni maknanya kita kena lawan hawa nafsu, kita kena potong hawa nafsu kita, potong angin. Dan kita kena bangkang angin kita. Dan jadi ini adalah satu tarbiyah yang amat menakjubkan, kata Tuan Syekh. Dan jadi di antara bagaimana di antara mendidik roh dan juga mendidik hawa nafsu. Dan jadi kita roh kita ini kita berusaha untuk melakukan amal kebaikan, dalam masa yang sama kita meninggalkan perkara-perkara yang ar-razail, akhlak yang buruk, dengan melawan hawa nafsu. Jadi dan kematian itu di dalam badan dan tempat kamu, dan kena ingat selama mati bahawa tempat kita nanti ini dalam kubur. Jadi Tuan Syekh tadi menghuraikan kepada kita, kalau kita tahu, kita sedar bahawa kita ini akan mati dan akan duduk dalam kubur, maka kita tidak akan mampu untuk menzalimi orang lain. Kita tidak akan mampu menzalimi orang lain. Bila kita mati di saat itu, kita akan terdengar seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan masuklah kamu daripada kalangan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga. Waktu itu orang-orang yang beriman merasa amat gembira. Kemudian Tuan Syekh bacakan kita hadis Nabi SAW yang mana Nabi menyebutkan bahawa ihtazza arsyur rahman. Dan arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni bergegar limauti Sa'd bin Mu'az. Dan dengan kematian Sa'd bin Mu'az. Jadi apakah yang dilakukan oleh Sa'd bin Mu'az sampai arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni bergegar? Apakah pengorbanan, apakah jasa Mu'az, apa Sa'd bin Mu'az ini? Jadi sewaktu zaman Nabi SAW, ini orang Yahudi dah pun bersetuju. Mereka ni dah pun menandatangani perjanjian dengan Nabi SAW untuk mempertahankan negara Madinah. Tapi mereka ini melanggar janji. Memang sikap orang-orang Yahudi yang suka melanggar, tidak patuh kepada janji.
Dan jadi mereka ini telah pun membuat perjanjian dengan orang musyrikin untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi dan para sahabat terpaksa menggali parit bagi melindungi negara Madinah. Jadi sebab tu dalam peperangan tu banyak anak panah yang diserang, anak panah yang menimpa tentera Islam. Salah seorang yang terkena anak panah tu ialah Sa'ad bin Mu'az. Disebabkan anak panah yang terkena di tubuh Sa'ad bin Mu'az ni menyebabkan dia jatuh sakit. Sa'ad bin Mu'az ni dia ni siapa? Sa'ad bin Mu'az ni dia merupakan ketua kepada kaum Aus. Sa'ad bin Mu'az ni dia ni Nabi cukup kasih kat dia. Nabi cukup sayang dekat Sa'ad bin Mu'az ni. Mengapakah Nabi begitu sayangkan Mu'az bin Sa'ad bin Mu'az ni? Sebab dia ni suka, dia suka berdakwah. Dan kerana pendiriannya di dalam dakwah. Sa'ad bin Mu'az ni sewaktu mana dia masuk Islam, dia kata kepada kaumnya, dia ni ketua kampung. Dia ni ketua kepada kaumnya. Dia kata kepada kaumnya, Aus ni, aku takkan bercakap dengan kamu sehingga kamu masuk Islam. Kalau siapa tak masuk Islam, aku tak mau bercakap dengan dia. Aku tak mau bersembang dia. Kalau dia minta apa, aku tak layan. Dan jadi kaum dia keseluruhannya, Aus ni semua bakat masuk Islam belaka. Dan jadi ini menunjukkan bahawa kita ni sikap Mu'az apa, Sa'ad bin Mu'az yang suka kepada kebaikan. Suka kebaikan, dia tahu ini jalan yang betul agama Islam. Lalu dia nak adik-beradik dia, kaum kerabat dia, kaum dia masuk Islam belaka. Dan kita ni dalam perkara akhirat, kita ni kita syekh kata kita tahu kan ini adalah jalan yang sebenar menuju ke syurga, ini jalan yang benar, tarekat yang betul, tapi kita duduk sengapnya. Kan kita tak mau pergi cerita ke orang. Kita duduk sengap memada saja Islam untuk diri kita saja. Kan jalan yang betul untuk diri kita saja. Kita tak apa duk gemar menceritakan kebaikan tersebut kepada orang. Kalau hal dunia, kita memang pendakwah yang hebat, kata Tuan Syekh. Kalau untung RM10 pun kita heboh tak kira. Kan kalau benda tu benda yang untung RM10, kita heboh tak sangka kepada orang lain. Kita ni Tuan Syekh kata bukan pendakwah akhirat, tetapi kita pendakwah dunia. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni oleh kerana dia jatuh sakit, kena anak panah, Nabi SAW kasih kepada Mu'az ni. Apa Sa'ad bin Mu'az ni, Nabi SAW minta didirikan kemah di sebelah masjid Nabi SAW. Supaya apa? Supaya Nabi SAW dapat selalu menziarahi Sa'ad bin Mu'az. Kan setiap hari. Kan begitulah Nabi kita SAW kasih kepada sahabat baginda. Hak ni yang Tuan Syekh cerita awal-awal tadi ni, bagaimana kedudukan orang yang tinggi menghormati orang yang lebih rendah. Kan kedudukan orang yang lebih tinggi tetapi hormat orang yang lebih rendah, macam Imam Ghazali tadi. Kan sungguh pun dia tok guru, dia orang alim, tapi dia menghormati anak muridnya dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang. Begitu juga dengan Nabi kita SAW mengasihi orang yang lebih rendah daripada baginda. Bukan sahaja orang yang lebih rendah mengasihi orang yang lebih tinggi, tetapi orang yang lebih tinggi juga mengasihi orang yang lebih rendah. Ini adalah miras an-nubuwah, Tuan Syekh sebut. Ini adalah sebagai satu warisan daripada Nabi SAW. Lalu Mu'az bin Ya'ad duduklah di sebelah Nabi. Siapa yang kata Nabi SAW kata bergegar arash Allah ni, bergegar arshul Rahman bimauti Sa'ad ni, dengan sebab Sa'ad ni apabila Bani Quraizah ni, golongan Yahudi yang apa nama melanggar perjanjian dengan Nabi, Nabi pun nak jatuh hukum kat dia. Nabi pun nak menjatuhkan hukum lah kepada orang-orang Yahudi Bani Quraizah ni. Lalu orang Yahudi ni minta kepada Nabi, boleh tak tolong hantarkan kepada kami hantarkan kepada kami Sa'ad bin Mu'az untuk jatuh hukum, jadi ketua hakim, jadi hakim untuk menjatuhkan hukum kepada kami. Siapa yang mereka minta Sa'ad ni? Sebab Sa'ad ni dulu ni sebelum Islam mereka ada hubungan baik kan dengan orang Yahudi, kan dalam hubungan perniagaan, dalam hubungan muamalah pertanian, berapa semua ada hubungan yang baik dengan Bani Quraidah. Lalu sebab itulah Bani Quraidah ni minta dihantar, minta kepada Rasulullah supaya hantar Sayyidina Sa'ad bin Mu'az untuk jatuh hukum terhadap mereka. Nabi kata betul ni, hampa setuju Sayyidina Sa'ad bin Mu'az untuk jatuh hukum kepada kamu. Dia kata ya, kami setuju, kami terima. Orang Yahudi menyangka bahawa Sa'ad bin Mu'az ini akan kesian kat depan lah. Akan kesian kepada mereka disebabkan hubungan lama. Sebab kenal lama, member lama. Kan? Tapi Nabi SAW tahu siapa yang baginda hantar. Nabi SAW menterbiah rijal, menterbiah manusia-manusia yang hebat. Bukannya terbiah orang yang lemah, yang lekeh. Dia, sebab itulah Sa'ad mengatakan dalam hatinya, La ta'khuzu.
Sayyidina Sa'ad kata, aku tak heran. Maksudnya, lebih mafhumnya lagu tuan dalam bahasa kita. Aku tak heran walaupun cercaan orang yang mencerca. Sayyidina Mu'az kata, apa dia tak peduli dalam hatinya, dia tak peduli walaupun orang nak celah dia, nak cerca dia, nak kata apa kat dia, hari ini dia akan buat satu keputusan yang seadil-adilnya terhadap Bani Quraidah. Lalu dalam keadaan sakit tu Allah Nabi kita SAW hantar Sayyidina Sa'ad kepada golongan Yahudi. Lalu apakah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az terhadap Yahudi ni? Lalu Sa'ad bin Mu'az menjatuhkan hukuman mati terhadap kepala-kepala orang Yahudi yang melancarkan serangan. Lalu mereka tidak menyangka bahawa Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akan menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka. Jadi bentuk hukuman ini amat menyenangkan hati Nabi. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahawa ini adalah hukuman daripada Allah SWT. Hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad ini adalah hukuman daripada Allah SWT yang diredai oleh Allah SWT. Kemudian Sa'ad ini bila dia balik dalam masa yang singkat, dalam masa beberapa detik, Sa'ad ini meninggal. Dan dengan sebab meninggal ini Nabi kita SAW menyebutkan bahawa ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Maknanya arasy Allah SWT bergegar dengan sebab gembira. Gembiranya. Dia ni ahli langit. Ahli langit bergembira dengan kematian Sa'ad. Ini adalah mawaqif rijal, pendirian orang-orang yang hebat. Qala ayyuhal walad, law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka, wa la tahtaj ila amal siwa, lakana nida'u Allah ta'ala hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin dha'i'an bila fa'id. إمام الغزالي الآن يحث هذا الطالب على قيام الليل وأنه لا يكفي العلم بدون العمل وبدأ الآن يعلم أول هذه الأعمال من أهمها أن لا يخلو طالب العلم من قيام الليل قال عليه الصلاة والسلام لرجل يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة لا تجعل الليل كل نوم تجعل لله حصة منه إن كان في أول الليل ما تقدر إن كان ما تقدر تجعل في أول الليل إن كان تقدر أحسن يعني إما أعلى اجعل قبل الفجر إن كان ما تقدر عندك همة بعد أعلى اجعل في جوف الليل إذن هناك ثلاث مراتب لقيام الليل أضعف الإيمان بعد صلاة العشاء كل صلاة تصليها بعد صلاة العشاء هي قيام الليل هذا أضعف الإيمان أوسطه أن يكون لك نصيب قبل الفجر لأنك أنت مستيقظ على الفجر مستيقظ فتستيقظ قبل الفجر بقليل وتؤدي الصلاة وأفضله أن يكون قيامك في جوف الليل تهجد تنام بعد العشاء تصلي العشاء تنام ثم تقوم فتصلي ثم ترقد مرة أخرى وتقوم إلى صلاة الفجر أو تبقى إلى الفجر لكن في جوف الليل إمام الغزالي يوصي الآن بقيام الليل ويقول ومن الليل فتهجد به وبالأسحار هم يستغفرون وأن الله يحب صوت المستغفر في الليل عندما أنت تستيقظ ما في أحد ما في رياء نحن أعمالنا ضائعة بسبب الناس في الليل ما يوجد أحد ما يراك أحد لكن احرص في الصباح ما تتكلم إذا أنت في الليل قمت ما رأك أحد وفي الصباح قلت أيها الناس أنا في الليل كنت قايم ما عملنا شيء ضاع هذا بهذا لا قيام مع خفاء حتى لو سألك أهلك أنت تقوم الليل قل لا أنا أنام الليل أنت فعلا تنام الليل تنام من الليل أنت عملك إن كنت من أهل القيام قال أيها الولد روي في بعض وصايا لقمان لابنه يا بني لا يكونن الديك أكيس منك
ينادي بالأسحار وأنت نائم، لا تخلي الديك أحسن منك. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة هي موافقة الشارع في الأمر والنهي، عمل كل موافق للشريعة في كل ما تقول وما تفعل وما تترك تدي بالشرع. يعني ما تأتي تصوم أيام التشريق حرام، تقول الصيام عبادة، عبادة لكن غير موافقة للشرع. هذا الصيام في أيام التشريق حرام. وما تأتي تصلي في ثوب مغصوب، عبادة لكن هذا مغصوب. إذن اعمل بالموافقة للشرع. قال: ينبغي أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، وهذا نحن أيضا مبتلون بهذا في الزمان. اللسان المطلق هذا الذي يتكلم بلا خوف من الله، بلا ورع، حلال حرام، صدق كذب، فضح عيوب الناس، ستر عيوب الناس، فلان زنى، فلانة عملت كذا، تليفون، هذا لسان مطلق يا لطيف، هذا علامة الشقاوة. وقلب مطبق هذا قلب مقفل، ما فيه ذكر الله، ما فيه حال من أحوال الصالحين، ما فيه نورانية، ما فيه بركة، هذا قلب مطبق. اعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالشهوة والغفلة من علامة الشقاوة يا لطيف، وعلامة الشقاوة هي علامة المعصية. والوصول، نقف عند هذه الوصية بالمختصر. Jadi yang seterusnya Tuan Syekh bacakan kepada kita berkenaan dengan Imam Ghazali menyuruh anak muridnya bangun, bangkit sembahyang tahajud di tengah malam. Tadi sudah nasihat yang ke-12, Imam Ghazali mengatakan bahawa kalau setakat ilmu itu saja dah cukup, jadi kamu tak gaduh nak buat amal apa, tak perlulah melakukan apa-apa amalan. Kalau kamu tidak perlu melakukan amalan, mengapakah Allah SWT menyeru hambanya? Adakah di sana orang yang berdoa, orang yang meminta doa? Adakah di sana orang yang mohon istighfar, mohon ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Kan? Jadi kalau macam tu, semua ni seruan Allah SWT terhadap orang ni tak ada faedah apa. Kan? Jadi benda ni tak betul. Jadi kena buat amal, bukan ilmu semata-mata, tetapi perlu melakukan amal. Kemudian yang ke-13, Imam Ghazali menyuruh anak muridnya ini bangkit sembahyang tengah malam. Bukan sahaja habiskan masa malam dengan tidur semata-mata. Kalau kita ni orang yang hemah dia tak tinggi, jadi kata Tuan Syekh, kita ada tiga cara untuk melakukan qiyamul lail. Dan kita sembahyang, kita menghidupkan malam siap-siap lepas daripada sembahyang isya. Dan lepas daripada sembahyang isya, kita sembahyang siap-siap sunat. Dan kita sembahyang siap-siap sunat sebelum sembahyang isya. Kalau hemah kita tinggi sikit, Sebelum pada kita sembahyang subuh, kita sembahyanglah qiyamul lail. Kita hidupkanlah qiyamul lail. Kalau hemah kita lagi tinggi, tengah malam. Kan? Waktu tengah malam tu. Jadi sebelum masuk waktu subuh, tidur sat. Kan? Tidur sat, lepas tu bangkit sembahyang subuh. Kan? Kita dengan jadikan, kata Tuan Syekh tadi, jangan bagi ayam lebih cerdik daripada kita. Kan? Ayam bangkit awal lagi daripada kita, kita bangkit lewat daripada ayam. Dan jadi Tuan Syekh sebut tadi habis. Kemudian nasihat yang ke-15, nak buat amal ibadat ni pun kata Imam Ghazali kena muwafaqah dengan syarak lah sama. Kan? Nak buat amal ibadat ni duk pulun buat ibadat, duk pulun puasa sampai hari-hari tashrik pun dia puasa. Kan? Punya rajin buat ibadat ataupun dia punya rajin sembahyang, dia semayang dengan pakaian yang dia curi, yang dia rampas ambil orang secara zalim. Semua tu ibadat yang ditolak oleh Allah SWT. Kena reti, kena muafaqah dengan syarak. Kemudian pesan Imam Ghazali lagi, nasihat yang ke-16. Kan? Jadi Imam Ghazali, Tuan Syekh baca tengah tu, wa'alam. Ketahuilah lidah yang mutlak
Lidah yang mutlak ni orang kata apa? Lidah yang apa? Yang bercakap, yang bercakap tak berhenti, ya? Yang bercakap tak berhenti. Yang orang kata ada istilah teluk. Bercakap apa saja tak ada warak. Tidak ada amanah, bercakap apa saja. Mutlak, maksudnya bercakap apa saja dan hati yang mutbak, hati yang terkunci daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan ghaflah, dengan syahwat. Ini tandanya apa? Kalau ada macam tu, tandanya ialah alamatus syaqawah, tanda celaka. Oh, jadi kita rehat saat setengah jam. InsyaAllah kita rehat sebentar 15 minit dan Syekh kata, kemudian kita akan sambung balik insyaAllah. Okay, insyaAllah kita akan berehat sekejap selama 15 minit dan semua muslimin muslimat, makanan disediakan di luar masjid. Dan saya persilakan Syekh dan Ustaz Syafiq Sulaiman untuk makan di luar insyaAllah.